فرانسيسكو جوناس اندرادي يعود بالبدلة البيضاء مع برونو بورجس بالبدلة الزرقاء. والله مثل ما توقعت انت يمكن احتمال كبير نشوف فرانسيسكو وزايد في الفاينل. نعم هذا الاثنين اتهم في الجارد. دبل بول دبل بول يا دبل بول يا حكم. ما ادري كاني شفت بورجس نزل بركبته قبل بس خلينا نشوف. نفس الوقت نفس الوقت. آه نفس الوقت. لا هدف ثاني كان الطريقه كانت اخرى بس دبل بول فعلا. الحين ما ادري شو حسبها، هل حاسبينها دبل بول؟ هل حسبوا شافوا في واحد في هذا اسلوب فرانسيسكو وفريق سيسرو كوستا بشكل عام. اوه لكنه سواها برونو لكن ما اعطاه الوضعيه يعني كامله فرانسيسكو. هذا اسلوب لعب جماعه سيسرو كوستا تقريبا مشابه، يعني الاخوين مياو نعم فرانسيسكو هياغو جورج كلهم نفس ال نفس الاسلوب هذا. يعني عندهم اربع اطراف، عندهم اربع يدات بصراحه، ما تقول عندهم يدين ورجلين. لا وانسى الفوت لوكس اظن ما تنفع، ما تنفع عليه، ما تنفع ما بيحسده يعني بس انا اتكلم عن تاريخ عامه. صحيح فعلا. في صوره كانت في بطوله من بطولات النوغي اي دي سي سي. اي دي سي سي نعم نعم كان مياو مع واحد من الاخوان روتولو. روتولو روتولو نعم انت اعتقد الصوره معروفه. معروفه الساق امتدت يعني خارج يعني لا يعني هذيك بعد بشكل غير هذيك طبيعي. هذيك بعد نيبار بعد يعني نيبار مش حتى فوتلوك مش حتى فوتلوك فعلا. وطبعا ولا كان مسوي له اي شيء مطاط يعني ما ادري كيف نتمنى يعني مطاطيه ما شاء الله في اي يوم من الايام ان شاء الله بس يكون عندنا نص نص هذه المرونه اللي عندهم اياها. بس يقول لك دائما طبعا سبحان الله طبعا في ناس مولودين بهذه الموهبه عرفت كيف مولودين بهذا الشيء بس المرونه مهما كان تكتسب تقدر انك كلاعب تكتسب مرونه اكثر بالممارسه ما تفرق العمر العمر طبعا السرعه تخف مع العمر اما مثلا المرونه ما تخف يعني المرونه تقدر تكسبها بس طبعا لها لمت معين يعني. هذه نقطه اخرى تذهب لبرونو. والله برونو ما قاعد يعطي فرانسيسكو نزال سهل ابدا ابدا والله يعني توقعت انه يكون يعني نزال سهل. وقف وقف اللاعب نعم اللاعب الازرق وقف. هل يستحق افضليه ثالثه؟ يعطي افضليه لا حسبها حسبها من البدايه نفس ما كانت انها دبل بول وعندهم 20 ثانيه. وقف وقف اللاعب برونو ويحصل على افضليه ثالثه فارق نقطتين متقدم عليه. شوف وتيره النزال يعني ستوب والله فعلا تبادل تبادل الدحرجه والوضعيات يعني كحكم هاي المباريات اللي بصراحه اكره يعني مش اكره بصراحه اعتبر يعني صعب تعلق عليها حتى. صعب تعلق عليها ايضا صعب ان حتى التحكيم عليها صعب جدا يعني ما تقدر يعني لازم تكون انت مركز يعني قوم قوم يعني حركه غبيه جدا بصراحه من لاعب برونو اذا وقف اللاعب فرانسيسكو اذا وقف اللاعب فرانسيسكو فعلا بتكون الحركه يحاول استسلام يحاول تريانجل قاعد يدور تريانجل بس اول شيء طلع رجلك اليمين عشان تروح على تريانجل او قوم هذه تريانجل مع الساق هذه اذا قدر يسويها بصراحه اعجازيه راح تكون نشوف تريانجل مع الساق اليسرى للاعب برونو خطيره والله خطيره لا. نعم وتكلمت انت خطيرة. عن المرونه نعم. تكلمت عن المرونه وفرانسيسكو بمرونته ينهي هذا النزال بطريقه رهيبه صراحه ويتاهل الى النهائي منتظرا الفائز من المباراه الاخرى في نصف النهائي. يعني تشوف يعني التريانجل تعتمد انت فيها على ساقيك اساس انك مثلا تسكر على الراس وذراع هذا مسكر على راس وذراع وأرجل. وساق يعني طبعا يبالها قوه لان الساق طبعا تقدر تدافع فيها بس بصراحه المرونه نفس ما اشرت والقوه هذه فرقت كثير معهم.